الكره. زي ما احنا شايفين كده اللقطات اللي قدام حضراتكم دي لقطات هامه جدا من مقر اقامه النادي الاهلي. اللاعبين وهم اكيد رايحين يؤدوا صلاه الجمعه النهارده والجهاز الفني الاستعداد والتركيز هم سمه الفريق في بدايه جديده ان شاء الله للنادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا. ممكن يكون سوء الحظ بيصادف النادي الاهلي على مدار البطولات السابقه بالتحديد اخر البطولتين، لكن في تركيز كبير جدا عند اللاعبين على اهميه تحقيق هذا اللقب، وهو اللقب الاساسي والاهم بجانب لقب الدوري. طبعا كل الالقاب اللي بيشارك فيها النادي الاهلي بتكون القاب مهمه بالنسبه لكل جمهوره، لكن طبعا دايما دوري ابطال افريقيا بيكون لقب ذو مذاق خاص جدا عند جمهور النادي الاهلي، وده اللي ان شاء الله بيسعى الفريق لتحقيقه لاسعاد جمهور النادي الاهلي في كل مكان. زي ما قلت لكم خلاص فقرات يومنا النهارده واكيد هتكون فقرات مهمه ومميزه جدا. الاهم من كل ده ان شاء الله فريق النادي الاهلي يكون موفق ويقدر انه يحقق نتيجه ايجابيه كبيره قبل مباراه العوده. مش عايزين نستهين بالفريق لان الفريق الاثيوبي يعتبر فريق قوي، هو بطل الدوري هناك في اثيوبيا وكان في تجربه قبل كده لنادي الزمالك، هو احد الفرق المحترمه والجيده والكبيره طبعا في مصر وفي افريقيا، وخسر من فريق وليتا ديتشا الاثيوبي، وكان طبعا البعض او الناس كلها ما كانتش تعرف مين الفريق اللي لعبه نادي الزمالك ده، لكن هو في الاخر انتصر عليه في الكونفدراليه الافريقيه. فبالتالي مهم جدا ان ده يكون درس للاعبي النادي الاهلي في مباراه اليوم، وان شاء الله يقدروا يحققوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله باذن الله. طيب اكيد ان شاء الله هنواصل فقراتنا النهارده. الفقره الاولى زي ما قلت لكم هيكون معايا الدكتور عادل كرايب والدكتور احمد ثابت للحديث عن جوانب عديده في مباراه اليوم، لكن دايما النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ملوك الكره الصفراء.